السلام عليكم، اهلا وسهلا متابعين الاعزاء في قناتي. وزي ما شفنا كده بالفيديو مع بعض، لحظة اندلاع حريق كبير في بناية تجارية متعددة الطوابق بمنطقة شارع فلسطين قرب نادي التركماني، نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يسترها ان شاء الله وما يكونش فيه خسائر بشرية، ان شاء الله يكون خير يا رب. فرق الدفاع المدني بتحاول ابعاد النار عن الدور السكنية، ربنا يسترها ان شاء الله يا رب وما يكونش في اي خسائر، ربنا يحفظكم جميعا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حيث منذ قليل اندلع حريق في احد الكرفانات السياحية ونتج عنه وفاة شخص، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله ما فيش اي خسائر بشرية وهنوفيكم باذن الله.